طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين من الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها برنامج الغذاء العالمي إيقاف جميع المشاريع والمساعدات للشعب اليمني، وأفادت مصادر دبلوماسية مطلقة بأن الإدارة الأمريكية وعبر ممثلها في الأمم المتحدة طلب بإيقاف المساعدات الممنوحة للمستفيدين في اليمن بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن الطلب الأمريكي جاء على خلفية مواقف الشعب والحكومة اليمنية المساند والداعم للمقاومة الإسلامية في غزة والرافض للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.